طبعا إرث هذه الدولة العثمانية يعود لتركيا، حتى جزر تتبع اليونان يفترض أن تعود لتركيا بعد سقوط العقوبات عليها أو الحظر أو الحصار اللي عملوا عليها. هي من هذا التحركات تريد أوراق تفاوضية تعمل بها. استخدمت طبعا الإخوان المسلمين لأنهم يعني زي الفيروس اللي انطلق للأسف في الوطن العربي، دمر سوريا والعراق ويعبثون في اليمن ويتآمرون على مصر ويتآمرون على ليبيا. الإخوة الأعداء هؤلاء يعتقدوا أنهم هم من يهيمن على هذا. هي استخدام متبادل. ومصلحي ومؤقت. لأن الانتهازية بتاعت للأسف تركيا قالت أن هذا التيار السني لابد نحن من يرعى هذا التيار السني ونحن حماته، وبدأت حتى في البداية كانت حتى مع دول الخليج إلى أن اكتشفوها وسقط القناع عن هذا. وجاءت تركيا إيران وتقول نحن من يدافع عن الشيعة. إحنا أمة عظيمة، ما يدافع عن أحد، نحن ندافع عن أنفسنا. ولكن هذا الفراغ وهذا الغبن الذي فيه العرب هو اللي خلانا بؤساء مطمع لكل من هب ودب. فمن حق الأتراك الفرس اللي يأخذوا وأصبحنا. والدين الإسلامي الذي فرقه للأسف الإخوان المسلمين والتحرير الإسلامي والشيعة والسنة وما أعرفش إيش والأباضية وإلى غير ذلك شيعا ومذاهب.